الغياب لازم تعود حزنك سراب حلمك سحاب عود بحنين صوتك رنين خلي الحزين ينسى العتاب الكتاب العراقي جمع كل أقوام العراقيين وأنواعهم وأديانهم وأفكارهم كلها جمعها في شارع واحد كلها طوله 200 متر موسيقيين فنانين راعوا كل واحد أخذ آلته ويقعد يغني هناك لأنه يتنفس من خلال نوع من الثقافة اللي احنا كنا ندور عليها في كل حياتنا.